والله انا احب السوريين اهل الشام كافه. اخويا انت موالي للنظام للجيش الحر؟ وانت لمن موالي؟ انت لمين؟ انا نمشي معك على الطريق. لا انت لمين؟ لا انت لمن ماشي؟ بس انت لمين اللي حتى انا لك؟ لا انا بغيك انت، بغي النظريه ديالك انت. اخويا اللي انت لمين؟ بشار عم يدافع عن والله بشار مجرم اخويا. في طريقك ذاك، انت من الجيش الحر. لا اخويا ما تصدق. لا انا اخويا مجرم، خلاص اخويا بشار مجرم عم قلك. علاش؟ علاش مسكين؟ بشار علاش؟ اش دار ليك؟ خلاص ما اخويا خلاص. واخا نعطيك اتساع يا ولدي. والله في المغرب الاقصى وبعيد وبقى فيا بقيه بزاف. متاسف جدا. قال لي امس كنتي في الجامع لهيه. اي جامع؟ الجامع الفوق اللي في القويره لهيه. انا الجامع اخويا. نحن اليوم وصلنا. اليوم وصلنا. ايوا يا امس كان وحدي. انا عندي دراري من سوريا. من سوريا. أيوة. انت رجلك سوري؟ أيوة. لا انت سوريا؟ ايوا سوريا. ورجلك مغربي؟ لا سوري. وكيف جيتوا لهنا؟ كيفاش؟ باي طريقه؟ من الجزائر على هنا. من الجزائر؟ ايوا جايين المغرب. وجايين المغرب هون. ايوا مشان شو بدك تعمل معي مقابله فكريه؟ قلت لك بدي ابعته على الانترنت مشان يشوفوا العالم. خليه يشوف العالم. ما في باس يا فيه. يشوف مأساة يا اخي، هذه جريمة. يا واحد خارج من بلاده راه جريمة هذه. تعد اختي. مش شو يعني شو بدي يعني تعمل المقابلة معي؟ لا لأن شوف أنا يعني أنتم كسوريون جايين من الشمال من مثلا من وين جاي؟ من سوريا. من بعيد. من اللي شكون اللي خرجك من بلادك؟ شكون اللي خرجك من بلادك؟ حرب يعني حرب ولكن شكون شكون قيم الحرب؟ شكون؟ شكون اللي بدا هذه الحرب هذه؟ بداية الحرب؟ شكون اللي بداها؟ بداية الحرب انت مع الشعب انت ولا مع جيش النظام؟ ولكن شكون جرى عليكم انتم؟ راه الجيش الكر هذاك هو اللي جرى عليكم. انت مع الرئيس؟ لنا يدافع عن استقلال سوريا الى حد الان سنتين. اي سنتين ولا داخل بالثالث يعني؟ ها؟ داخل بالثالث. سنتين. بشار عم يطلب العالم، الاطفال صغار عم يطلب العالم. شد الاخباريه السوريه. شد الحقيقه في الاخباريه السوريه ولدي. الإخبارية السورية تقدر تشد فيها الحقيقة. أنا كش. وي وي الإخبارية السورية. الجيش العراق على الحق. المهم أنا عرفت غير الرأي ديالك صافي، ما كاين مشكل. ماشي. الله يعاونك. وعلى البيت.